الدخلة. نبدأ معك جليل. باهي أنا اخترت لها عنوان اللي يحشم بنت عمه ما ياخوهاش. باهي أنا استثناء، أنا لا نحشم منهم ولا نخذهم. باهي باش ننطلقوا من اللي صار الاستضافة متاع الأسبوع الفارت، استضافة اللي شملت الفنان والممثل عاطف بن حسين شهيرة شوكو وأيضا المخرج نجيب الناصرية. يعني هذه الاستضافة أثارت ما أثارت. ثمة البعض من أبناء المؤسسة، من أبناء مؤسسة التلفزة، ذهب إلى اتهامنا أسسنا نشاكر ولا راديو ميد أنه حبينا نركبوا على الحدث ونعملوا البوز. احنا مش نركبوا على الحدث، احنا نتفاعل مع الحدث. اللي ما يعرفش شنو هو خصوصيات العمل الصحفي، فهمتني، ما يلزمهوش يرمي التهم جزافا، لانه راهو احنا اختصاصنا رميان التهم، نحسن الرد يعني يعني نرد على الصاعي بصاعين. دونك احنا تفاعلنا مع اللحظه، قلنا انه الحدث انه الغاء عمل درامي اللي ولا سلوك متتبع في المشهد التلفزي للوطنية كل رمضان هاته السنة سيختفي. ثارت ثائرة الفنانين، ثارت ثائرة أبناء الدار من المخرجين. أردنا أن نتفاعل مع الحدث ونبحث ونصبر أغوار يعني هذا القرار، أقول ربما المفاجأ والصادم لنا قبل أبناء الدار، وأقول لنا قبل أبناء الدار. لماذا؟ لأنه المؤسسة الوطنية ما هيش كان متاع اللي يخدموا فيها للف وثلاثمية، هذه متاع تونس الكل. أكبر دليل إذا كان هما يخلصوا من المؤسسة رو احنا نخلصوا في المؤسسة، يعني احنا اللي بيلزمنا نغاروا على مؤسسة قاعدين نخلصوا فيها ما هيش قاعدة تقدم لنا في المادة اللي نحبوا عليها. يعني هي تمتص من فاتورة الضوء، اللي تمتص من اللي فاتورة الضوء تمتص من جيوبنا. دونك احنا هنا انطلقنا في نقدنا، إذا كان عندنا خلفية فهي غيرة على تلك المؤسسة اللي تأسست عام 60 واللي تحمل شعار الراية، فهمني، واللي فيها وعملوا وطنية 21 للشباب وما إلى ذلك، وقلنا هذه امتعنا. لكن ألمنا أنه يغيب عمل درامي. جبنا عاطف بن حسين، تكلم عاطف بن حسين على طريقته وبطريقته، لم نسنصره ولم نفرض عليه ولم يفرض علينا. أيضا جبنا أحد أبناء الدار اللي يخدم المترسم غادي، اللي هو نجيب الناصرية المخرج، اللي متألم كيف وكيف زملائه باش ربما يبحث ونبحث معه في تداعيات هذا القرار، فهمتني. ما راعني أنه بعض الزملاء من مؤسسة التلفزة لم يرق لهم، اللي هما ما عندهمش سنوات قليلة كانوا يدعوا الثورية، واللي هما ثورجيين اللي كيخذوا فرصتهم في المشهد التلفزي وفي القرار التلفزي أكدوا إنهم فاشلين. وأقول هذا الكلام، وكان هما ينجموا يأكدوا لي النجاح متاعهم أنا مستعد نعتذر، أما أنا مستعد نأكد لهم الفشل متاعهم مرارا وتكرارا. دونك احنا غير على المؤسسة، لا أكثر لا أقل، هذه مؤسسة عامة ننقدوها، احنا نقدم مؤسسات خاصة، نقدنا حنبال في وقت من الأوقات، وسي العربي ربي يشفيه، واللي ألمني أنه ما عملوش ليه يعني تكريم في قيمة يعني ما قدمه لقناة حنبال بمناسبة الذكرى 13 لبعثها، يعرف الشيء هذا. وخنقول أنا بن ظفرين رموز قناة حنبال يعرفوا الشيء هذا، ننطلق بي دي جي متاع حنبال توسي زهير القمبري يعرف أنه احنا ننقد لغاية أنه نقدموا الإضافة. أبناء القناة اللي هم رموز القناة، عبد الرزاق الشابي ولا عادل بوليل ولا هلا الذوادي وإلا إيمان المديح، هذوما رموز حنبال. وأيضا زملائنا نظرائنا من الزملاء يعني الصحفيين، يعني أنا نتوجه أساسا للزملاء الصحفيين والبعض من الأصدقاء التقنيين والإداريين، الباقي الكل لما تجمعني بهم حد شيء، مش كنت تخدم في مؤسسة عالمية باش تولي زميل، مش زميل، ما نجمش تولي زميل كل من هب ودب وكل إنسان متطفل لداخل وحب يحمل الصفة. انقدنا أيضا نسمة في وقت من الأوقات، هاني أحد أبناء القناة، انقدنا نسمة في وقت من الأوقات وتقبلوا النقد متاعنا بصدر رحب. انقدنا الحوار التونسي اللي فيها زملائنا وأشقائنا وأصحابنا وولاد جيلنا. يعني أنا أبو غليب خدمت تنوية في مجلة الإذاعة والتلفزة، نوف الورتاني خدمنا مع بعضنا في أذواء، علي الشابي كيف كيف،
في وقت ما الأوقات معز من غربية كيف كيف. سامي الفهري قال الرجل ابن جمعتنا شوارع على فيات الثرثار. يعني احنا كي ننقدوا نتوجه إلى المادة مش نتوجه الأشخاص ولا المؤسسة. يعني النقد متاعنا الهدف متاعه هو تبيان النقاط السلبية وتثمين النقاط الإيجابية. أما إذا كان هما ناس عندها في نفسها مرض يتصوروا اللي احنا كيفهم انه النقد نتاعنا مربي مبني على خلفيه مصلحجيه ان صح التعبير. كان انتم اخويا عملتوا المصلحه، عملتوها في قبل، ركبتوا على تجمع بن علي وعاملينها تو راكبين على الثوره. اما ما يصح كان صحيح في التراش شنو عندكم النتائج اكد ذلك.